تفضلي تفضلي يا اختي. هذه الساعة أصلية؟ وي وي، واضحة تبيع شيء ما هو أصلي؟ هذه عليها ضمان الوكيل، إي نعم، وعليها بعد صيانة سنتين يا وخيتي، وغسيل وسرفس وتشحيم بعد، إي، وفوق كل هذا بتدخلين عروضنا الجديدة بعد، إي. ضد الموية؟ ضد الكهرباء بعد، وأنتِ الصاجة والصواعق. زين باخذها. تفضلي تفضلي، هاتي 100 ريال. مشكورة، الله يعوض عليك يا حبيبتي، مشكورة. هاتي. أقول ضد الموية أكيد. قلت ليش وضد الصواعق تبي تجربينها؟ هاتي هاتي. لا ما في داعي. لا 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 هاتي هاتي للجل يطمن قلبك هاتي. وي غرقت بالماي. تفضلي عشان تتأكدين بنفسك. نصابين هالشركة نصابين ضحكوا علينا، ارفعي قضية ضدهم وأنا أشهد معك ولا يهمك. هاتي نفسك. ولا اقول لك شيء، حطيها بالشمس وبتجف. يلا توكلي على الله. تفضلي. الله معك. مع السلامه. الله معك. احنا ما تاخرنا على المطار ولا ساعه من السيارة تشتغل، كلهم مغطوا بالماي. يلا اتصل في هذا اشوف ليش ابننا الحين تاخر. ووت ووت ووتر نو ووتر 100% نو ووتر ووت كمون. جوالي وين الجوال؟ الجوال يا شباب، ما حد شاف جوالي يا شباب. يا ابن الحلال حرام عليك، انت حتودينا الدايره ولا ايه يا اخي؟ عمود يا اخي عندنا عيالنا نحن. يا اخ يا زول ما عليه ما عليه يا زول ما عليه يا اخي ما عليه يمسك دركسيون. ما عليه ما عليه حرام عليك يا رجال. عباس حيروح هنا يا اخي. انا حصل جوال بس رجع الجوال يا رجال. تكفى تكفى، لا حول ولا قوه الا بالله، انت ما طبيعي انت يا اخي. ايش ليتك؟ لا حول الله. الحمد لله الحمد لله، لقيتها لقيتها. عليك طلاق بالثلاثة، انت انسان ضارب سليم. ده شنو بتعمل بيه يا اخي؟ عايز تودينا في داهية ولا ايه؟ ظهر عليك انت غير طبيعي. هين هين يا رجال، اركض اركض يا اخ خوفي عنان، اركض الموضوع منتهي ان شاء الله. وترى من ادب القيادة ها والذوق ان الرجال ما يرد على اي جوال وهو يبي سيارته، يعني ممكن يسوي حادث لا قدر الله، يلهب شغله ولا شيء ثم يدخل في ماسوره ولا بيصبه. اركض يا رجال، ترى عندك الجوال يصيب سرطان البيت. هذا الكلام. الو، شخصيا مناحي بن مطلق قاعد الجنب ويتحدث اليك. وي وي، وينك يا مناحي؟ انت ما عارف ان اختك مومياء الحين هذا موعد وصولها؟ ايه المطار بدا العد التنازلي. شوف الساعات كم عندك. لا انا ساعاتي كلهم غرقانه بالماي، اليوم دخلت ماراثون سباحه. ايه سباق. اسمع تعال وجيب معاك عايش زمانه، الدمك دمك جيبه معاك. اسمع ترك تدفع سعر المكالمه هاي طولت. يلا مع السلامه. واتش واتش 100% نو ووتر واتش رفيق او ايدر بولد اتشاي واتش بولد اتشا ووتر نو ووتر واضحه تريد مارك. اخواني يا الركاب الاعزاء، الكابتن مناحي المطلق يحييكم في هذه الرحله السعيده، وحيث ان رجعه الاحوال الجويه سيئه جدا فاحب ان ابلغكم اننا سنضطر تغيير مسار هذه الرحله لتخليص بعض المشاوير الخاصه بنا، ثم العودة لمسار هذه الرحلة لترصيدكم لأماكنكم. أتمنى لكم رحلة سعيدة معنا، وسوف أترككم مع هذه الأغنية للشاعر العربي اللي يقول فيها يا لا لا يا لا 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 لا. حان الأوان لهذا المجتمع أن يقدر الفن ويعرفون قيمة الفنان الحقيقية. وأنت يا أخ نفخة، عز الله أنك نموذج الفنان الحقيقي اللي ضحى بصحته وعافيته علشان الفن. إحنا نعاني يا مرزوق ترى. طبيعي لازم تعاني يا سعد كمنجر. يا سعد كمنجر، الفنانين العظماء اللي قبلنا كلهم عانوا. مثل من؟ كيف؟ مثل من يعني؟ مصر يعني تعرف أنت؟ إذا ودك يعني. وبالنسبة لك يا أخ هاني نفخة؟ بالنسبة لك تحب تعرف يعني؟ مثل الفنان عبد الله طخطخ. لا عبد الله طخطخ ده، هذه هي معاناته، ما حد يعرفه. يا مرزوق اخلص يا مرزوق اخلص يا كاظم الساهر. وش يبي ذا؟ المهم انتبهوا لا تكون منتهي صلاحيته، شوف لونه قلب. نعم خير، ايش فيك تصارخ علي؟ صحيح انك بارد، الحين انت رجاله ما تسعر وجهك، اختك في المطار تنتظرنا وانت قاعد مع دولي. يا
يا سلام، يعني انت ما تقدر تروح لحالك؟ يا اخوي انا عندي اجتماع مصيري. الله اكبر، اجتماع مصيري ما عاد السمر مد. لا يسمعونك هذول الفنانين. الله اكبر، لا يسمعوني هذول الفنانين. والله لو ان الصنباطي وبليغ حمدي ومحمد عبد الجواد كلهم مرتزين عندك في البيت. وش دخل محمد عبد الجواد؟ قصدك محمد عبد الوهاب انت؟ محمد عبد الجواد المطرب، وش دخل محمد عبد الوهاب لعب هذا؟ يا اخوي محمد عبد الجواد اللي يلعب في النادي الاهلي. يا رجال انا اعرفهم كلهم وشغلهم عندي في الباص. محمد عبد الجواد المطرب اغنيه هذا الاغنيه اللي غناها دي. المهم وش تبي يخلص علي؟ قش اخوي اكل قديش ثوري. ها كل القديش ذولي خذهم وانطرهم برا، وانا انتظرك في الجنب ولا تاخر علي. قال لي محمد عبد الجواد لاعب، بكره تقول لي سامي الجابر ما هو مطرب. سامي الجابر ضابط في الدوريات يا جاهل. الحين شلون بستاذن من هذولي؟ هذولي فنانين اخاف اجرح مشاعرهم، خصوصا الزميل المتوفي نفخه. نشوف. أعزائي الركابة، الكابتن مناحي بن مطلق يحييكم في هذه الرحلة ويتقدم لكم بعذره الشديد هو أخوها الكابتن مرزوق. الفنان. الفنان مرزوقي، حيث إن إحنا بنروح نجيب أختنا لمية من المطار. من أمريكا بتجي. من أمريكا، من أمريكا ها. فلذلك يا أنكم تقعدون يا هلا ومرحبا، يا أنكم تنزلون ومع السلامة، وأنتم خيرين. وين رايحه انتي ذي البكشه يا مريم نور على غفله؟ وش فيك قاعدين بكشتي؟ هاي البكشه اللي توكلك ولحم كتافك من وراها. وي وي، يلا يلا فضحتنا يا كاظم. ادخل 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 ادخل. الله الله يا مناحي، متى متى يجي اليوم اللي الفنان ياخذ وضعه الحقيقي في المجتمع؟ متى متى قرب؟ أصير نجم الشاشة الكبيرة ونجم الشاشة الصغيرة ونجم التلفزيون والمسرح والحفلات. الفنان مرزوق مرمر زماني. أقول يا ودي عصافي شكلك مسخن مسخن. يا مناحي يا حبيبي، أنا إنسان حالم، فنان حالم. أنت مشكلتك بس ما تتابع مباريات. أنت على فكرة عندك طموح؟ أي عندي طموح، هذا العلم. الرجال اللي ما عنده طموح ما هو برجال، وأنا طموحي طموح ما هو بعادي، لكن زماني خلاني شخص عادي. طيب وش طموحك؟ ها؟ يا حبيبي يعني أقصد إيش طموحك؟ يعني وش تبي تسوي؟ يعني إيش حلم حياتك؟ إيش حلم حياتك؟ والله يا مرشوق الأحلام كثيرة والطموحات كثيرة، وأنا ودي أطمطح طال عمرك ها إن المساحات هذه تشتغل بدون ما أدق الزر هذا، بدون ما ها أبغاها تشتغل بس أنفخها تشتغل أنفخها تطفي، لكن هذا الطموحات الله يعين عليه. آه أقول أنا ما أقول إلا الله يعين ركابك عليك. هذه وقفة، ذي هذا اللي سويته تو وقفة. ناحي اسمع كلام أخوك، أنت رجال يبي لك وقفة مع نفسك في الأول وبعدين وقف الباص. يلا يلا يا مرزوق، يلا انزلوا انزلوا، ترى الرحلة قربت تصل. يلا 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 يلا. بس هذا مكان للتحميل مو للتنزل، ليه وقفتنا؟ ما تخاف لا يسحبونك يا بنت الحلال. الباص معروف على مستوى الرياض وكل العرفة والجنود اللي هنا أصحابي وأخوياي، والباص معروف معروف، ما حد يقربه ولا حد يقول السلام عليكم بعد. إن شاء الله كثر المخالفات. علي اللي مرجعكم ما دفعتوا ريالين بعد، ريالين ما دفعتوا.
مرزوق ما ودك تسمعنا أغنية في سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت دامنا في المطار؟ لا والله مو عاد واحد عندك بطاطا. يلا كنتري لا؟ اي نعم. انت ما في شيء هدية حق بكا حق بيبي؟ ايوه انا انا في هني شيء. ايوه هذا ووتش ورحة تريد مارك. نعم. 10 year. ايوه 20 year. ايوه نو ووتر. طيب انت هذا في مال بكا. ايوه هذا في مال بيبي. ايوه هذا في مال بابا. نعم. هذا في مال جيران. طيب اشتري هدية. ايوه 100 ريال. لا لا والله هذه والله لازم هذه كثير غالي. ما غالي. لا 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 والله هذه كم ممكن 20 ريال. روح زين سرقت ثمن من الشوربة زارة. ممكن زيادة ممكن 30 ريال بس. لا ما في 30 ريال. لا والله هذه 100 كثير 100 كثير. بعدين انت في جائزة مدام كثير. في جائزة كبيرة يحصل. صبر شوية صبر نعم. اسمع في جائزة. أيوة. في يحصل شمال رياض بنا نعم. كبيرة. في نعم. تحت سحاب يبقى. أيوة. في يشتري في سحب بعدين انت يحصل. نعم لكن هذه ما في أصلية هذه بس. انت بخيل ما يريد يودي هدية. هدية ما انت كثرة هذا كله. نعم في زبون غير. ها اكيد هذه الرحله يا مرزوق لكن كيف نعرف ان اختنا لميا جايه فيها وحنا 20 سنه ما شفنا خشيتها. لا عيب عليك يا مناحي هذه الامور اتركها الواحد مثلي فنان احساسه مرهف هذه انا اللي بعرفها ان شاء الله لانه احساسي لا يمكن يخونني. يلا يا صاحب الاحساس طلع احساسك وطلع اختنا بيد العالم كلهم. ما يبي هذه؟ لا يا شيخ وين هذه؟ حيا المطلق لو يطيرون طيران ما صاروا اشبه ذي. عم علي معك حق. كيف ذي شوف ذي لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله العظيم ما حشمه ولا خوف ولا حياة لا وشايلت لها ارنب بعد ما هو برنب يا ابن الحلال ذا قطو بعدين انا ودي اعرف هذول اخوانها وينهم اهلها وينهم ما يغطونهم ما ينتبهون لهم يا اخوي يا رجال ذولي دلوخ ذولي هم وخواتهم سوا ما هي بذي ما هي بذي ها الا هل هذه اكيد يا مرجوم عفا عليك يا مناحي هذه بنت مطلق على قصيدي راح بس راح كلمها راح كلمها طيب تتوقع يعني انها هي ولا ما هي اقول هي راح بس كلمها يا اخوي راح شوف اختك استقبلها وحشاشك اكيد يا حبيبي يا حبيبي انا احساسي احساس فنان انا متاكد 100% متاكد 100% لا 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 تعال تعال لازم مخالفات مروريه في كل مكان انت متاكد انها هي ايه طبعا هي اسمع ها. انت رح لها ايه؟ وانا بروح اجيب وضحها تلقاها الحين باعت الصاله الدوليه وتحرج على الداخليه خلينا نلحق عليها اعرفك بنفسي يا كابتن مناحي مطلق ماذا يعني لك هذا الاسم نعم عفوا مناحي مطلق بعد العسره والسنين هذه كلها ماذا يعني لك هذا الاسم اقول نعم أقول لا أنا مناحي مطلق الكابتن يعني الاسم هذا يعني لك شيء ولا ما يعني لك شيء؟ أنت صحيح قليل الأدب أفا لا والله بتشتغل السلسلة من أول يوم وش عندك المعافية؟ ما عندي إلا العافية وش اللي عندي؟ الأخ الأخ قاعد يغازل يا ولد 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 يلا خلصينا قومي تأتي والله يلا يلا يا مرزوق مرزوق الحقني يا مرزوق مرزوق جريمة طيق أمي قاعد يطيق روح يطلب الاستغاثة روح عفوا يا أخوان لو سمحتوا في نعم نعم يا أخوي نعم مشكلة هذه غاز أختنا يا أخوي تعرف لا لا غاز أختك عارف أنا النوعية ذي هذولي شرذمة هذولي مليتوا البلد يا كفو عليك يوم عليك وفي عليك وفي لا تشرين عليه ولا تطالعينه ولا كنا نعرفه لا يكون مراقب بعد اقول ما هو بوقت الرومانسيه الدلاله امشي امشي امشي
يا فيك نذالة تكفي ديرة كاملة. أقول روقين الله يخليكي. بعدين بيني وبينك صراحة صعبة يعني، صعبة علقة في النهار وعلقة في الليل، يعني كثيرة شوي. وبعدين هذا غبي رايح يكلم بنت الناس كذا من الباب للطاقة؟ يعني في ذمتك أنا راضي ضميرك، البنت هذيك فيها شيء من أشباه المطلق؟ ما في فراسة؟ وأختنا اللي جاية من أمريكا. يا حبيبتي هذه اللي جابها من أمريكا للرياض يجيبها من المطار البيت، لا تخافين عليها. صديق نعم ماما. الحين انت وش تبي من الرجال؟ اسكت انت وخلني اشوف شغلي. انت لو فيك خير وتعرف معنى الاخوه شان صرت عندي زبون دايم واشتريت مني ساعات. كيف اشتري منك؟ كيف اشتري منك يا حبيبتي؟ انا رجل فنان موسيقار، يعني كل مشترياتي عن نوتة، يعني دو ما في سو. صديق شوف ووت ايش فيه. ساعه ساعه نو ووتر 3 يير 4 يير نو ووتر، يدخل محيط يدخل بحر ما في ووتر. 10 يير جارنتي بولدتشا اونلي 100 ريال واحد 100 بس. الله لا يوفقك يا مرزوق، انا بري منك لا يوم القيامه. خمسين ستين سبعين بس ما حط في ذمتي بس كافي. يلا thank you very much thank you no water no water 10 year 3 year no water. يلا go go bye bye. يلا تعال تعال انت بلوى بلوى الحين رجالي وصلنا وهو اللي يدفع لنا. هذه تجارة ومعاملة بيني وبين المشتري. اوكي يلا امشي. no water 10 year هاي هذه واحدة من زباينك؟ أبو أنا لو عندي زباين هالشكل كان بسطت في الفيصلية. هاي تعالي. هذه ما كنا الخواجة اللي شفناها في المطار؟ أنا مشبع الأخ اللي معاها. ها؟ You are here here my house why? This is Mutlak house? Yes you well who? I'm Lamia. Lamia Mutlak. Mr. Sood, he bring me here. Inti Lamia Akhti? Yes, Lamia. Ya Marzouk! Hadi Akhti Lamia, Ya Marzouk! Lamia! شوفي هذا اور هاوس كله مالنا، يعني الريسبشن حقنا غرفة الاستقبال هذه. تفضلي شوفي نايس نو نايس انتيك في الكلور. يس نايس ماي براذر مرزوق اي مس يو تو ماتش. وش تقولي؟ تقول انك صرت يعني كبرت شيبت عجوز صرت يعني رجال. يس لا بعد قولي لها اني مطرب. انا مطرب أميتاب باتشان. ستار ستار وات؟ يعني تعالي تعالي أوبرا أوبرا سكوز أموا. أوكي وش عندك؟ هذه أختي توأم. تعالي إن كان هذه صدق أختنا فعز الله أن فضيحتنا بجلاجل على ما يقولون. لازم تخلص منها بسرعة وقت. يعني نذبحها؟ نذبحها انت وذا الحوله فك ذا الحوله اقفل. طيب المهم اسمعي، احنا ما احنا بذبحينها،
هذه إشافها بناحي هي وكلبها عز الله اللي بيذبحها. أنت ما شفتي؟ ما شفتي شكلها ولبسها وكلبها؟ وشعرها حلو. وشعرها هذه الشغلات إذا شافها مناحي في التلفزيون رفسة رفسة اللي صار تلفزيوننا مثل ما أنت شايفة. الصوت قناة والصورة قناة ثانية. طيب وش الخطة المرسومة؟ الخطة المرسومة نحن نوزيها عن مناحي إلين فهموا بالتدريج شوي شوي إن هذه حرمة عايشة برا وهذا الوضع طبيعي. أبو هذا عاد إذا فهم. هو من ناحية إذا فهم، أنا من ناحيتي بعتزل الفن. طيب يا مرزوق النزول، إذا ما أوريك أنت تخلي الرجال يضربون التحاش. ذابحك ذابحك اليوم، ذابحك ذابحك، الله لا يعوق بشر. آه يا ويلي ويلي.